قام صندوق الزكاة حفل إفطار رمضاني للأيتام المتنفعين من الصندوق ضمن فعاليات يوم اليتيم في العالم الإسلامي في مدينة الحسين الرياضية. وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود كلمة بين فيها المناقب والفوائد لمن يساهم ويرعى الأيتام، مسترشدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد سمو هذه المنزلة وقدسيتها، مؤكدا أن العناية بالأيتام والفقراء طريق للحصول على الأجر في الدنيا والآخرة. أيها السادة الحضور، أيها المحسنون الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونتقدم وإياكم بالشكر الجزيل إلى هؤلاء الأطفال الكرام الذين منحونا وإياكم هذه الفرصة العظيمة لنكون بإذنه تعالى مرافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فالأصل إخواني الكرام أننا نشعر نحن بالامتنان والفضل لهؤلاء الأيتام، لهؤلاء الأطفال الذين منحونا هذه الفرصة الكريمة وهذا الطريق للحصول على الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وألقى الطفل حمزة الفران كلمة باسم الأطفال الأيتام عبر فيها عن مشاعره وشكره لكل القائمين والمحسنين والراعين لهذه الشريحة التي تعتبر القيادة الهاشمية، هي الأب الراعي والحامي لهذا الوطن. أيها الحضور الكرام، أود أن أرحب بكم أشد الترحيب في هذا اليوم المبارك من الشهر الكريم، وأدعو الله أن يتقبل مني وإياكم صيامنا وصالح أعمالنا. في البداية أود أن أشكر الله على منحي أما مثل أمي التي هي منبع الحنان وملجأ الوحيد، وهي الوحيدة التي انتبهت إلي ورعتني بكل عناية أنا وإخوتي. وأود أن أشكر صندوق الزكاة وكل من ساهم فيه، وأسعد عائلتي وأسعد مئات بل آلاف العائلات. كما ألقى المحسن حامد التميمي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: إن من سمات هذا البلد الطيب بلد الهاشميين أصحاب الرفادة والسقاية، دعم كل شرائح المجتمع الأردني وخاصة تلك الفئة الإنسانية الأطفال الأيتام في هذا الشهر المبارك، والذي يأتي هذا الحفل تجسيدا وتعبيرا عن الصورة الحقيقية المثالية للمجتمع الأردني، داعيا رجال الأعمال والمخلصين في هذا الوطن الطيب إلى تقديم المساعدة العينية والنقدية لهذه الفئة. وقال مساعد مدير صندوق الزكاة دكتور سليمان الشيحان أن الهدف من هذا النشاط إدخال البسمة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام وتعزيز مهاراتهم ودمجهم مع المحسنين الذين قاموا خلال الفترات الماضية بالمساهمة بدعمهم ماليا ومعنويا. يستطيع الإنسان من خلال صندوق الزكاة أن يقدم، لأن إذا تضافرت الجهود يكون الإنتاج أكبر والعمل على مستوى الأردن أكبر، لأن الصندوق جاهز يعني بملفاته وبموظفينه وبكل ما يملك من طاقات ليقدم لأبنائه الأيتام والفقراء والأرامل كل عون وبطريقة تحفظ كرامته. وأنا إن شاء الله أعد نفسي وأعدكم أنني سأكون عونا للصندوق لنجمع حولنا العمل الكامل، لأنه تشديد الجهود وتعدد جهات الجباية أفقد هذا الصندوق القيمة. فأنا أدعو كل إخواني باسمي أن نتوجه إلى الصندوق وأن نشكل لوبي أردني من الطبقة العاملة، أن نكون عونا للصندوق في كل مراحل عمله. وفي نهاية حفل الإفطار وزع رائع الحفل ومدير صندوق الزكاة محمد اللوزي الهدايا والجوائز على الأطفال الأيتام وعائلاتهم.